الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات الكرام في هذه الجالية الكريمة المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنئكم جميعا بحلول عيد الفطر المبارك، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يوم خير وبركة ويوم رحمة وجائزة من الله سبحانه وتعالى، وإثابة لكم على أعمالكم الصالحة في هذا الشهر الكريم المبارك نوصيكم فيه بتقوى الله سبحانه وتعالى واتباع نهج نبيه صلى الله عليه وسلم والمداومة على العمل الصالح من الصيام والقيام وإطعام المساكين والتصدق على المحتاجين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أمتنا بالنصر والتمكين وأن يغير حالنا إلى أحسن حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.